بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، في هذا الفصل اللي هو الفصل الرابع من الجانب العملي لمساق نظم إدارة قواعد بيانات أو قواعد البيانات، سنتعرف على الدوال التجميعية لأكثر من صف. في الفصل الثالث تعرفنا على الدوال التجميعية لصف واحد، وتعرفنا على الدوال التي تستخدم في التاريخ والأرقام والنصوص. الآن سنتعرف على الدوال تستخدم في أكثر من صف، وهذا الفصل من أهم الفصول العملية، فأرجو التركيز على الأوامر التي سوف نتعلمها اليوم إن شاء الله. من خلال هذا الفصل سوف نفهم الدوال التجميعية لأكثر من صف، وصف استخدامها، متى نستخدمها، معرفة أنواعها، وإنشاء المجموعات باستخدام جروب باي تجميع، وفهم متى نستخدم هافينج. طبعا ما هي الدوال التجميعية؟ لو احنا عندنا جدول في موظفين، الموظف في له دائرة وفي له سالري مثلا. لو احنا اردنا الحصول على اعلى راتب في هذه اللي هي الرواتب، فبدنا نستخدم دالة ترجع لنا من الجدول او عمود الرواتب اعلى راتب، فبترجع اللي هي في اكثر من صف في الدوال التجميعية ترجع قيمة واحدة، تمام؟ فعندنا ماكس سالري. الدوال التجميعية لاكثر من صف والتي تسمى جروب فانكشن هي دوال تتعامل مع بيانات مجموعة من الصفوف لاخراج قيمة وحيدة فقط. فمثلا اذا اردنا ايجاد مجموع ما يأخذه الموظفون من رواتب، فبدلا من جمع كل الرواتب معا نستخدم الدالة التجميعية صم. صم يعني اجمع زي الاكسل، ماكس صم مينيمم وهكذا. وهذه الدالة تقوم بعملية جمع الرواتب وتكون نتيجة قيمة واحدة، وهي هي مجموع الرواتب. الدوال لأكثر من صف هي كالتالي: الصم وماكس ترجع قيمة واحدة، مينيمم ترجع أقل قيمة، افرج هي متوسط الحساب لمجموعة من القيم، كاونت ترجع عدد، وتتجاهل ايش؟ النل. النل فاليو ما بتعدها. ستاندرد ديفيجن هو الانحراف المعيار لمجموعة القيم، الفيريانس اللي هو مقدار التباين او التشتت. كيف بنستخدمها داخل الكود؟ تغيرت عندنا جملة الاسكيول، صارت سيلكت ستيتمنت، سيلكت اسماء العمود. ممكن نستخدم جروب فانكشن فروم تيبل، في عندي وير كونديشن، في عندي جروب باي، في عندي اوردر باي، صار عندي سيلكت فروم وير جروب اوردر باي، هيك ترتيبهم. ونحفظ الترتيب هذا او مع الممارسه بنتعود على كيف نكتب. نبدا مع بعض هنا. سيلكت افريج سالري ايش يعني؟ هاد متوسط الرواتب واعلى راتب واقل راتب ومجموع الرواتب من جدول الموظفين. نجربها على الـ SQL Developer مع بعض. الـ SQL Developer نيجي هنا. بنروح على الـ Connection اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو HR Schema. له اتش ار صار عندي الورك شيت بالشكل هذا. سيلكت شو بدنا نجيب؟ رقم الموظف مثلا. لا احنا بدنا نجيب ايش؟ فروم، ونيجي نكتب هذا جدول الموظفين. ايش انت عاوز تجيب؟ نجيب ماكس لقيمة. هنا القيمة اللي بتكون موجودة هي عبارة عن قيمة رقمية، ماكس سالري، تمام؟ إذا ماكس سالري ايش بترجع لي؟ أعلى راتب، هيطلع عندي 24,000. طيب لو بدنا نجيب مينيمم سالري، مين سالري بتجيب أقل راتب، تمام؟ وهنا ايش كمان ممكن نجيب؟ صم سالري، مجموعة الرواتب لمين؟ للموظفين الموجودين عندي، هي مجموع رواتب كل الموظفين اللي موجودين عندي. طيب
لو انا بدي الحق هذه الجمله بشرط بقول له وير، عاد انت حسب الشرط المطلوب منك. نبدا نجيب امثله. وير الديبارتمنت اي دي بتساوي 90. ايش يعني صارت الجمله؟ هات لي مجموع الرواتب اقل راتب اعلى راتب للموظفين الذين يعملون في الدائره رقم 90. طيب لو قلنا ايش وير ان 90 و50 لل 50 وال90 مع بعض، لو احنا جبنا كده برجع لل 90 وال50 تمام. اذا هذا الشرط احنا تعرفنا كيف نكتب الشروط هذه تمام. لكن لو احنا قلنا وير طلع لاست نيم لايك، نكتب كده سنجل سنجل بدل نص، وكتبنا له كينج. ايش يعني؟ هات لي كل مجموع الرواتب واقل راتب واعلى راتب للي اللاست نيم تبعهم يحتوي كلمه كينج. طبعا هنا لازم نطلع برا ونعلم عليها كلها كده، لان شغلها كستيتمنت واحده هذا هم تمام. لو حطينا كده اذا الشرط هو اللي بحدد لي اللي 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 فوق للقيم، لكن لاحظ انه الراجع قيمه ايه؟ واحده. قيمه واحده يعني من هنا يعني اللي موجود عندي قيمه واحده، اللي هي الراجعه هنا قيمه واحده، مش يقول لي واحد ثلاث قيم، لا هذه قيمه واحده ماكس، قيمه واحده، هذه قيمه واحده بترجع تمام، مش مجموعه من القيم. طبعا بقول لك انه انت ممكن تستخدمها مع الديت. طب لو نشوف احنا بالديت كيف نستخدمها. لو احنا كتبنا كده وشلنا الوير ووقفنا الجمله كده وماكس هاير ديت ومينيمم هاير ديت، ايش معنى هذه؟ اكبر تاريخ تعيين واقل تاريخ تعيين. اكبر تاريخ تعيين هو اخر واحد تعين، اقل تاريخ تعيين هو ايه؟ اول واحد تعين بالشكل هذا. اذا اول واحد اخر واحد تعين في 2008 21 ابريل، واول واحد تعين في 13 جانيوري 2001 تمام؟ تمام الكلام. هنا بتعد، لو انت عاوز عدد الموظفين في دائره معينه، لو انت عاوز الناس اللي بياخدوا علاوه تمام. كيف بدك تجيب الكلام هذا؟ بنعد. كيف بنعد؟ بالشكل هذا select count employee id. طب ليش باخذ count employee id؟ لان انا دائما بعد الناس اللي ما فيش فيهم null from امبلوي، يعني عد اللي موجودين عندك كم واحد هم؟ 107. لو بدك وير هنا حط وير الشرط اللي بدك اياه، وير ديبارتمنت اللي بيشتغلوا في الدائره 90 حيقول لك 3 تمام. طيب لو احنا عاوزين نعد كاونت كوميشن العلاوه، ايش يعني علاوه؟ هيعد الايه؟ هيعدش النال. لو عملنا ران صفر، ايش يعني صفر؟ يعني كل اللي في 90 ما بياخدوش علاوات تمام. طب لو قلنا هنا في بدون الشرط هذا، وقفناه هيك ووقفنا عند امبلويز وقلنا كده، ايش معنى هذه؟ معناها عدد الناس اللي بياخدوا علاوات عندي. ليش؟ لانه كان قلنا بتتجاهل النال، بتتجاهل النال تمام. طب احنا ممكن نكتب كاونت ناقص كاونت، كاونت مين يقول لي ايش تطلع هذه؟ هذه عدد الناس كل الموظفين اللي عندي. طيب رحنا هنا كتبنا كمان اخذناها هيك، وهنا اخذ طرحناهم من بعض واخذنا هذه كمان لوحدها، طلع لازم تحط فاصلة، نعملها ران.
هذه عدد الموظفين اللي عندي كلهم، هذا عدد الناس، بدام تتجاهل النال عدد الناس اللي بتاخذ علاوه عندي، هذا عدد اللي هو انا عكست الامور طرحتهم من بعض، طلع عندي عدد الناس اللي بتاخدش علاوه. تمام؟ بالشكل هذا. وفي عده طرق ان ممكن نكتبها بطريقه ثانيه، لكن احنا بدايه بنفصلها بالشكل هذا. كاونت ديبارتمنت اي دي، اسم عد سبعه ديبارتمنت. هذا بفاد التكرار، بنستخدم ديستنكس احسن ما يكررش، بعد لي عدد الدوائر اللي هي اللي ما فيش فيها موظفين والدوائر اللي فيها موظفين. تمام؟ قلنا ديستنكس عدم التكرار. افريج بتطلع لي ايه؟ مجموع اللي هو الكوميشن. طيب نشوف داله اسمها ان في ال. ان في ال نروح نجيبها كده ونشوف ايش يعني ان في ال. رحنا كتبنا هيك count from employees. انت عاوز ايش تجيب من employees؟ employee id فاصلة commission percentage. لو احنا عملنا run كده فهنا null. انا بديش بدي اتعامل مع null، بدي انا اتعامل مع قيمة، فانا بتعوض بدالها بصفر. ففي عندنا دالة اسمها nvl نال فاليو، بتحطها زي كده وبتحط القيمه اللي انت عاوز ترجع لك بدل النال، حطيناها صفر. يعني وين حيلاقي كوميشن بنال؟ حيرجع بدلها صفر. لقى قيمه حيرجع القيمه نفسها. نشوف كيف. وهذه ايه ناخذها بالشكل هذا ونحطها هنا، نعمل ران للكلام هذا. طلع هذه لقاها صفر، لقاها نال رجع صفر. طيب لقاها قيمه زي ما هي برجع القيمه زي ما هي. تمام؟ يعني هذه القيمة ممكن ايه نجمع لها زائد 10، فبيضيف لك 10 عليها. لأنه أصبح يتعامل مع رقم هنا صفر، يعني وين بتلاقي نل عوض مكانه صفر. هذا المقصود بالشريحة. طبعًا في عندي دالة اللي هو إنشاء تجميع البيانات، كيف يعني؟ إنه أنا عندي طلع عندي الدوائر اللي موجوده في جدول الموظفين. حتى الان انا بتعامل انا وياك مع جدول واحد فقط، لو جدول الامبلويز فرض انه طلب منك انه تجيب كل دائره ومجموع الرواتب تبعات الدائره هذه، فطلع 10 هاي مجموعها، 20 هاي مجموعها، 50 هكذا، 60 80 90، وطلع لك تقرير وطلع المجموع الكلي. كيف نعمل الكلام هذا؟ بالشكل هذا. في عندنا حاجه اسمها جروب باي، جروب باي، جروب باي كونديشن. أنا بدي أقول لك حاجة، وين ما شفت، وين ما شفت أفرج موجود فوق وعندك هنا، في عندي هنا بتسموه الديبارتمنت، هذا برجع سنجل، هذا برجع مالتي رو، هذا بترجع الديبارتمنت أكثر من قيمة، والأفرج سالري برجع قيمة واحدة. هات نجرب نعملها ونشوف كيف وش الخطأ اللي بيطلع معانا. تمام؟ نوك سيلكت ديبارتمنت ديبارتمنت اي دي، وعلينا مينيموم سالري، اوكي كنترول واي فروم امبليز. لو عملنا لها ران هتطلع ايه؟ ايرور. الايرور هذا مشهور، بقول لك ايش؟ نوت ا سنجل جروب فانكشن. ايش يعني؟ يعني هذه مالتي لاين بترجع، لو احنا شغلناها لحالها هيك بترجع اكثر من لاين، شايف؟ طب وهذه اللي جنبها ايش كانت ترجع؟ بترجع لاين واحد لاقل سلري. طب القيمه 2010 هذه مع مين احطها؟ مع الدائره الاولى ولا مع الدائره الثانيه ولا الدائره الثالثه؟ فما بتزبطش انك يعمل ايش؟ موازاه ما بينهم. تمام؟ فاحنا في الحاله هذه لازم نستخدم حاجه يسموها جروب جمع، جروب باي. جروب باي دائما بنستخدم اللي هو المالتي لاين، هذا جروب باي مالتي لاين اللي هو مش سنجل فاليو، مالتي فاليو قصدي. جروب باي بناخذها كده ديبارتمنت اي دي، نشوف ايش بيطلع عندنا. صار عندي الدوائر هاي 100، هاي مجموعها، هذه هاي مجموعها، وهي المجموع كل دائره هذا ايش بترجع؟ اقل راتب، اقل راتب فيها. لو انت بدك صم بترجع ايش؟ كل دائره
واعلى راتب، هنا مينيمم بترجع كل دائره واقل راتب وهكذا. فانت عملت جروب باي بايش؟ بوسط الديبارتمنت، فبرجع لك اعلى راتب واقل راتب فيها لكل دائره موجوده. تمام؟ طبعا هذا الافرج سالري لكل دائره متوسط ايش رواتبها. هنا بقول لك تجميع البيانات بوسط اكثر من عمود، ممكن انت تجمع بيانات اكثر من عمود. كيف يعني؟ انه الدائره رقم 10 الوظيفه اللي اسمها اي دي اس رواتبهم كذا، فكل دائره وايه والمسمى الوظيفي فيها وقديش بقبض، يعني الدائره ايش بيشتغل فيها المسمى الوظيفي تبعه وقديش مجموع الرواتب، هذه بنكتبها بالشكل هذا. فانت بتعمل برقم الدائره والديبارتمنت اي دي، فانت محتاج تحطها بالاس كيو ال. لو احنا هنا قلنا جوب اي دي، تمام، فانت محتاج تحط جروب باي هذه فاصله جوب اي دي، تمام. فهيك انت صار يعمل جروب باي مره هذا 100. طب احنا لو احنا عملنا لهم اوردر باي، بدنا نرتبهم اوردر باي ديبارتمنت. ايش يعني اوردر باي؟ يعني رتبهم اي دي، رتبتهم حسب الدائره. نيجي لهذه، طلع معي 20. اذا في عندي هذا الرواتب هذول بياخذوا 13000 واقل راتب هيك، 20 المسمى الوظيفي هذا بياخذ كذا، 30 المسمى الوظيفي هي مجموع رواتبه وهي اقل راتب، وهكذا. فانت ممكن ترتب برتب بهذه بعدين ايش باللي بعدها، ولازم هذول يكونوا ايه؟ لازم يكونوا فوق، لازم يكونوا موجودين في جمله ايش؟ تظهر عندك بالشكل هذا. اذا اوردر باي، واحنا قلنا اوردر باي بتاخذ ايش؟ اسندنج او ايه؟ او ديسندنج بالشكل هذا. تمام ديسندنج، فببدا بدائره رقم 100 او بدا بالنل اللي عنا وقال لك نل ايش يعني؟ يعني الدائره نل ما فيش فيها، ما فيش عندي دائره، يعني الموظفين بيشتغلوا ما مش مصنفين عندي عدوات. تمام؟ هذا بالنسبه لمين؟ للتجميع بوسط اكثر من داله. استعلامات غير مسموح بها عند استخدام دوال التجميع، بقول لك انه هذه ما بينفعش انك هذه تكون بدون جروب باي، قلناها هذه، انه لازم تكون عندي ما دام داله تجميعيه وفي مالتي فاليو، وهذه بترجع سنجل فاليو، هذه بترجع اكثر من قيمه، هذه بترجع قيمه، لازم يكون عندي جروب باي، لازم يكون عندي جروب باي. تمام؟ بقول لك هل لا نستطيع استخدام البند وير مع دوال التجميع للتقييد؟ يعني ما بينفعش استخدم وير في السيف في الجروبنج فانكشن. انا الجروب فانكشن ما بزبطش معاها انك تستخدم وير. هنا زي ما انت شايف هنا جاب الدائره ومتوسط الرواتب من جدول الموظفين، لكن هنا بده شرط، بقول لك الافرج سالري اكبر من كذا، ما بيقدر يعمل على الافرج سالري هنا اي شرط، هنا بقول لك غلط. تمام؟ ما بينفعش نستخدم وير معاها، فإلها حاجه ثانيه، إلها حاجه بسموها هافينج. اذا اي شرط على الجروب باي بده ايش؟ هافينج معاه. تمام؟ اللي هي اي شرط على الدوال التجميعيه لاكثر من صف بده هافينج معاه. نشوف هذا ايش معنى الجمله هذه. بقول لك انا سلكت، هات لي رقم الدائره واعلى راتب فيها من جدول الموظفين وجمعهم حسب ارقام الدوائر، بس بشرط هات لي كل الدوائر ارقام الدوائر اللي فيهم الماكسيمم سالري اكبر من 1000. يعني الناس اللي بياخذوا ماكسيمم سالري اقل من 1000 ما تجيبهم. تمام؟ هنا طلع هافينج، انا بدي اياهم اكبر من 10000 او بالشكل هذا، انا بدي كل الناس الاكبر من 10000، فاقول له هنا هافينج، وين هافينج؟ قبل هذه هافينج مين؟ خذ الصم، خذ المينيمم، خذ المينيمم سالري مثلا، الشرط اللي عندك اياه مينيمم سالري اكبر من 10000. فهنا كل الناس رح ترجع حجيب لك بس اللي اكبر من 10000، مع انه في الاول لو احنا وقفناها حرجع لك اياهم كلهم. تمام؟ هاي بشكل قديش كان عندي؟ 20. طب لو انا قلت له اقل من 10000 بس الناس اللي ايه؟ اللي اقل راتبهم اقل من 10000 فيطلع لي ايه هنا؟ كاونت
يطلع لي 12. تمام؟ هذا معناها انه الناس اللي رواتبهم اقل من 10,000 في الدوائر. اذا لما بكون عندي شرط على اللي هو الجروب فانكشن بستخدم معاه ايش؟ هافينج. وهاي هافينج برضه نفس الحاجه. اذا صار عندي الجمله بتكون سيلكت فروم وير جروب باي هافينج اوردر باي. طب واحد بيقول لي انا وير ما استخدمهاش، انا وير استخدمتها مش مع الجروب فانكشن، مش مع حاله اللي فيها الصم والماكس والهذا، استخدمتها مع ملتي اللي هو مالتي فاليو اللي هي هذه مالتي رو اللي هي الجوب اي دي اللي بترجع اكثر من قيمه. فانت ممكن تعمل شرط على اي عنصر ثاني في السلكت غير اللي هو الدوال. طبعا الدوال متداخله، بقول لك افرج سالري ماكس، يعني هات لي معدل الرواتب وهات لي اعلى معدل للرواتب من جدول الموظفين مجمعين حسب رقم الدائره. تمام؟ هيك بنكون احنا وصلنا لاخر شيء موجود عندنا اللي هو في المحاضره، انه احنا تعرفنا في المحاضره هذه على الصم والماكس والمينيمم والافرج والكاونت. تمام؟ وتعرفنا على كيف نستخدم التجميع، وتعرفنا على جروب باي، وتعرفنا على ايش؟ هافينج. اتمنى انكم ايش؟ تكرروا وتتمرنوا اكثر على ثبت انه احنا نقدر نكمل مع بعض، ونقدر يعني ان شاء الله نكون خبرة عالية بالاس كيو ال هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.